لا أعتقد بأن إدارة بايدن تفكر أو تخطط في مغادرة الشرق الأوسط أو الانسحاب من الشرق الأوسط بشكل كامل. أعتقد بأن هذه مبالغة. هم قد غادروا أفغانستان طبعا وهذا واضح، ولكن أفغانستان وضعها مختلف تماما. إدارة بايدن، وأعتقد أن معظم الأمريكيين أيضا يعتقدون بأن العلاقة ما بين الولايات المتحدة والعراق هي علاقة استراتيجية وهامة للغاية، ليس فقط لمصالح البلدين بل أيضا لاستقرار المنطقة بالكامل. ولهذا السبب لا أعتقد بأن إدارة بايدن ستنسحب بالكامل من العراق، ولكن يجب أن أشير بأن الحكومة العراقية لها رأي في هذا الموضوع ولها رأي مؤثر. ومن المحتمل أن تأتي حكومة عراقية جديدة وتقول نحن نريد من جميع القوات الأمريكية أن تنسحب من العراق، هذا محتمل. وطبعا هذا شيء يمكن أن نفكر به، يعني وهذا ما قالته الإدارة بأنها سوف يعني تبقي بضعة قوات أمريكية تساعد القوات العراقية في التدريب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية وتطوير التكتيكات والمساعدة في العمليات ومثل هذا العمل. لا أعتقد أنه من جانب إدارة بايدن سوف ترغب إدارة بايدن أو أنها تخطط للانسحاب الكامل من العراق، ولكن مجددا إذ أتت حكومة عراقية جديدة وقالت هذه الحكومة نحن نريد من كل القوات الأمريكية أن تغادر العراق بالكامل بجميع الأشكال وجميع أشكال التواجد في العراق، فبالتالي لن يكون لدينا أي خيار إلا المغادرة.